أستاذة أمل صاحي بتحضر لانش بوكس مريم بتركي مدخن ولانشون زيتون حلواني. يرجع فاضي يا مريم ها؟ طارق بقى في الدور التاني شكله يومه طويل ومحتاس نازل بالبسترمة في طاسة والتانية سلامي على الجبنة السايحة. اشحن يا طارق. روان في الدور الرابع خلص التمارين الصباح. عاش يا روان. ده تركي في صوص اكيد. في الدور الخامس استاذ احمد نخله بقى صح حرفيا بيجري على اكل عيش اللي بلانشون حلواني. في الدور الثالث هتلاقي بقى في ترويقه بقى بتركي في صوص بالزعتر وفي صوص بالبابريكا ولانشون يا مزاجه. حلواني طبعا عملت حسابها ان رامي بيصحى على الكل بالظبط وعملت له لانش مبهر. فاللي صاحي بيجري واللي بيتمرن والشقيان والرايق والمشغول والمتضايق وليك وليا اصحى انت بس وسيب لنا الفطار. فطاركم حلواني.